انتو ثواني جايكم انا. هذه بدايتها. يلعن ابو شكله. بنزين يا اخي تكفون. احمد واثقين فيك والله على البدايه هذه ما ظنيت بي ثقه. يلعن ام السالفه استغفر الله. اطلع اطلع ابو جسر اطلع اطلع سريع 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 ابو جسر سريع. انا شرطي شرطي حابينك. توجه للباب فيصل. اركب يا ابو عكف اركب. كنت تشتري منه اغراض. اركب بسرعه. يلا سلام. استخرج 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 يا فيصل استخرجه. يا اخي ليه ما خليت دباب انه كيوت زيهم؟ شوف دبابهم. الله يستر والله هذه الحاله ظني ما وراها مسكه. لازم امسكهم لازم. اقول لك شيء ان جاتك حاله 7 قبل شيء يوم سالت فيصل وش اللي يرفس؟ علمني ارفس تمام. ازيدك من الشربين. ثم الحاله معفنه. 4 3 2 1 عسهم بيطيحون من البدايه. هذا يرفع ذا سويق. شيء ما يرفس دباب. ما يرفس؟ ما ادري. كيف ارفع زيه؟ كيف ارفع زيه؟ ما الحق يا رد ترفع الحق. حدث الحال حدث. ثري الاشخاص متجهين الى من غرب المنطقه، عمرا متجهين الى الغرب. اخبار من الاعلام. الله حسب صقعه. ان شاء الله يسقعون قبلنا. او بيكون في طلق نار 100%. مين؟ فت عينك مره ها؟ عليك عليك. مين شاف من الجوهران؟ انت بالغرب بالغرب. ايضا فيصل تاكد ان ديك ترفس ولا لا. كذا كذا استرموا بسرعة. وقف يا مواطن. ما بالك نقربني منه واسطر. اسطر على عينه. هل في شخص حسب الوقت؟ دقائق. يمينك؟ هدي هدي هدي. خلوا يمسكون السايد الايسر، خلوا يمسكون السايد الايسر. استكملوا استكملوا. وخر وخر وخر. تعطل بصلح بصلح على تكملة. يلا يلا. يلعن ام السالفة يا ابوي، والله صعب مرة يا عيال. مرة صعب مرة مرة صعب. صلاح. اركب اركب. لك ورايا؟ ما عندهم راي صح؟ ايه عندهم يقول.
عندهم؟ تأكد تأكد. هل عندكم رؤية؟ انتو يا ترى تأكدوا هذا راح نتوجه إلى مفرق المجاري. تأكدوا على مفرق ايه استكبل وصلني. والله مطاردة خايسة مرة مرة. هم كيف مستمتعين بالدباب؟ ايش كيف ينقز الدباب؟ ايش كيف ينقز؟ هم يعرفون العيال الذين بس حسهم صدموا. حسهم صدموا والله. والله صدموا مرة. ينقز مستحيل. شوف 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 اذا ما صدموا مستحيل نجيبهم. اي ماني بس على امل يمكنهم صادمين ترى نمشي. والله يا مره اليوم صار. كل اللي ضد الحظ جامد. كل اللي كلهم حظهم جامد. اي ما لاحظت انت البنت والزلموشن الحين ذولي الزلموشن حظه زفت برشوت. والله انه حظه جامد. خل عنك انسحر بس انه جات سلامي شافت الدنيا. والله طلعوا. والله احنا لاحقينهم بالكابس. كابرس بيخش درج جي جي. السلام عليكم. ما حدا ترجع موجه الاولى. نتفل على ذا ونطلع سياره. لا نقول نفجر الاشخاص عشان يعني عشان كذا مسكناهم. زيرو عوده للخدمه بعد لاستن 7. حياكم الله. كذلك تحديث الحاله. فقدنا رؤيه اشخاص. مو مع المركبة. إلا عن أم الحالة السفن دي سك. أقول لك شيء. أقول لك إنه أسكت. وين بدخل؟ على السفن بنت ذي المعنى. تنفار حالة سفن. حالة سفن. كهربني كهربني. خلاص خلاص. يلعن ام الغبنة. في 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 بقالة جنب. توجه لست السفن احنا. تحدي الحارة القادمة. يا اخي رجال عرفتها اللي قريبة من الاعلام. بين اتوقع ان نفسهم ترى. والله بيغفلون امنا على نفسهم. والله ما نقدر نسوي لهم شيء. المشكلة يا ساتر. عندي دروب بالجي بي اس رجال. حتى انا قاعد يجيني دروب. اتوقع ان هذا اشتباه. ولا اترك امي يا رجال. ما في مطارد. خلينا نروح نسكن المكان. روح عرفت. تنفور كذلك مركز امنات تسير تسجل كريتوش بعد اذنك. تنفور حاليا. ملف الاشخاص ايضا مرافق ابو عكفه. تنفور يزين المدني هو يفتح لك الخط. تكفى تكفى. سرقوا السقه الثانيه ولا باقي؟ ما ادري والله. عمليات هل تقدر تركب الكامات؟ مفتوح على السقف. والله مره مو على سبل. ايه تعرفين مركز امريكا. رام رام يا رب ما يكون رام. رام امل انه ما يكون رام. بالاغلى اهميه لاستن 7 رام باللون الوردي. تنفار. هل يوجد اي مركب اوف رود حاليا؟ 100%. بعدين والله بدون هيلي ذا ما تصيده. 33 حاليا غرب لوسان. مستحيل. ايضا الشخص طلع افراد فقدنا رؤيته. مستحيل.
الرام هذا ما في ولا مركب الى الان. الا مركز العمليات تسجل عاد التوجيه. يب انا معك بس انه هو يقدر ببساطه يقول لك وين وش الدليل. هي مو مشكله احنا بنوقف اشتباه حلو وبنحق معه وبنشوف الاغلاط اللي معه اذا ما معه شي فكناه هو كذا ولا كذا حتى لو حنا طبينا عليه وحنا اثنين ما عندنا دليل الا بالبصمات. ها بقرب يمينك 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 ما في قريبه وين هدد هدد هذا يمينك يمينك ابو زبوتش هذه كفرت وجهك كذا ركبتي الان يا الله انا بلاش اخر لا الوردي شفت ايه هو نفسه افضل احمر صار هو مركز امنيات هو نفس الشخص اللي كان لا تنسى من قريب اوشن تن مكرر تنفر سجل يا اكبر كذا اكبر حاليا المشاة متواجدة بلاس السفر 130 كذلك يبغى نصلح صح؟ فقط هذا المشاة الوجهة تنفو حياك الله راح تستلم غرب لساء او عفوا شرق لساء تنفو تدري وقف انقز ورا بصلح هنا؟ انزل بصلح اوكي انقز ورا نقلع 130 مكفيات حاليا دباب بلاس السفر ذلك سقط خط رهينة نامي مباشرة تنفار موقعك يا ابو جفر والله ما الميدان محيوس الميدان محيوس تنفار ابو جفر هذا هذا اللي مدري انزل 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 جيبه عليهم سرقة منزل ها؟ عفوا ان بقالة والله اني خفت اني القم هد كان وضعي وضع واحد بالقم هد كأنه مزهق على الجدار اتوقع واحد منهم على سفن ابو جسرة تأكد إذا هم نفس الأشخاص بالجرم المشهود ما حد نفسه نفسه 100% نفسه اللبس نفسه اللبس والله قارن الثاني كنت أشوف أعزل ترى أيوة أنا قلت هولد خلاص فرض ما يطلع هو سلاحه بس يعني اي مو مشكله يقول انه ما يشوف شيء كذا ما ادري والله ايش صار هو اصلا واضح كان لاحس الجدار ما لاحظت انت كان لاحس الا الا انك بخويه المسكين ويقول خويه من الاخر يقول مع رهينه وين الرهينه يا ابوي اف زيرو لاست 7 بالقرب مني باشرها كذلك انا قلت اشخاص مع ابو جفر لاست 7 الرام ارفع 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 سلاح على راسك ارفع 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 انتو يا اخي حرام اقسم بالله اوه صعبه مره مره صعبه لا تكفى نقول لي انا بعد تكفى يا اخي وجه واحدة تنقلنا العمليات ضايع بسرعة يا عسكري بسرعة يا عسكري شيل لنا ودنا ايش قاعد تمشى دقيقة بشوف خلنا نتأكد ما له دخل ذا ما له دخل ها تعال 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 عسكري دخل سيارة عسكري دخل سيارة بسرعة يا ربي دخلنا خلص يلا يلا امشي من الموقع امشي من الموقع طيب يا عالم ساعدكم طيب الله يعطيك العافيه ما قصرت شكرا لك الله يخليك يلا يلا امشي من الموقع يلا يلا
هذا مين بالاسم؟ انا بربط لك هم حزام كم انتو هاي اتبي تشخ اتبي تشخ بسم الله سنفار حياك الله تجيني باسم شطولة انتي مارك وش مواصفاتهم؟ بيرجعون بيسرقون مرة ثانية بيرجعون يسرقون مرة ثانية وحالة سفن تجرطني هذه تجرطني تجرطني واحد منكم يقول وش مواصفاتهم؟ رام باللون البنفسجي ثلاثة اشخاص باللون البنفسجي تمام تمام مالك بسيطة بسيطة إن شاء الله بسيطة حبة أبغى أطلع مركب أفراد والله لازم أطلع مركب أفراد إيه ما قصرت يلا يعطيك العافية ما فيك يا تربلين مركز عمليات تسماني أبل مرة عفوا المصابين حاليا العساكر يقولون ان اللي اصابوهم ثلاث اشخاص لابسين لبس بنفسجي انظر سلفور كذلك مركز عمليات 130 كيف تسمعني؟ مرر لون الراد هذه مواصفات الراد سلفور لون اسود 3UI سلفور حول بسرعان ما حول بسرعان في حالات زي كذا شرق امامي هلا باشر الحاله سلفور ايضا مركب رام باللون البرتقالي ابو داحم الخالدي وش في عيال ايضا ليش خلنا نشوف ودنا 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 مو ترنا يا هذا انا باخذ السياره حاليا امامي الشخص توجه ودنا 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 القسم يلا ارتب هنا وذكرنا ايش صاير ذكرنا اللي صار انه في ثلاث اشخاص اسقطوا كم لبسين بنفسجي كم معهم رام باللون الاسود ممتاز تمام من افزير المركز العمليات هل يريد مسؤول فتره تنفور حاليا ماخذ حاله 5 تنفور راح تحول مسؤول فتره عندي حاليا في حال عودته الاشخاص عليهم بلاغ رام باللون البنفسجي ثلاث اشخاص باللون البنفسجي ايضا راح استخرج مركب افراد حاليا في حال الشخص القام هولد على الراديو والبراغات تكون بشكل مرتب اصفق راسك الحين وخر تعال يا ابو عكا حلو ولا عندك الان 16 الى مركز الامنيات حاليا انه احدى افراد طلع لي طلع لي بطلع بطلع افراد انا الله يعيني عليه طلع التاهو التاهو زق التاهو زق كويس في الافراد ثاني استخرج انا وخر وخر يا اخي عندي حاله 7 بنت لدينا مالك 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 انا بطلع التاهو وخر خلي الرام لا تنسى تطلع جبال الشرق اذا ليست لدي رؤيه الفور عمل مع الرام يا ابو ملك فور رام باللون البرتقالي باللون البرتقالي ايضا يوجد فيه شخصين ما اتوقع ترى بنحصلها بيسرقون بيسرقون بقالات انا الحاله السفن اللي عندي ذابحتني ورب العزه هذا والله اني زيك ترى حق الجي بي اس قصدك لا يا اخي الدرب ايوه حق الجي بي اس روح البقاله روح البقاله هم 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 عدته وين وين هي الشمال لا 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 يمين 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 شرق شرق روح روح هل مركب رام نفس الاشخاص تنفور مركب رام باللون البرتقالي نفس المركب مباشر تنفور مركبات الافراد حاليا تذكر نتها تنفور توجه تاكد مركز العمليات من عدد الوحدات في حال مركبتك من المفروض نصرف من الحاله يا فال امشي 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 تسولف لا تسولف ما ابغى اسمعك تسولف لا لا انا اتاكد 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 اول شيء ويقول من راديو يقول هم الاشخاص هل هم نفس الاشخاص فاست 22 ابو ملك ارسل بلاغ هل هم نفس الاشخاص فاست 22 ليس لدي علم ما باشرنا تنفر باشر معهم فاست 21 حاليا حال نتاكدنا نفسهم هل متاكد مبلغ ظاهر قالها استغرق مركز عمليات ادفع لي وجه بلغ المسؤول فترة سفر عنك نذر مور مسؤول فترة نحتاج لي للمركبة انتو حاليا عليهم لاستن سفن في حالة تأكدنا لهم نفس الاشخاص رح نستخرج لي ايضا اكرر عملية تأكد مع عدد الوحدات المشاركة سفر مغطى 5 وحدات
توجه 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 احتمال تقول نار الان توجه نار نار سبق له ليتك ما جيت منه يا اخي وين من وين انا ما داري سواقتك ما داري انزل ارجع ارجع اعطني مفتاح اصبر 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 راح راح في الحاره في الحاره في الحاره ترى بننقلب ونروح راح 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 مو طبيعي فقدنا رؤيه الشمس مين اكبر بالرصيف يعني ما شفته روح روح البر هذا الدعم يسبر خلاص على طول الايقاف الطارئ والجنائي لكم رخ لكم راي الرام برصيف يا بالكم ما حد يقدر يركب برصيف مننا من 40 انهم فقدوا الرؤيه تفضل اخر ثلاث ارقام من لوحه المركبه ما لها لوحه شوف بوري وجد رقم سلسلي اللوحه 3 او اي تبي تسوق جرب تلحق الرام اي عطني 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 افتح بجيبهم اتمنى من الوحدات التركيز بالراديو وعدم التزام بهذا ما حد يرد بدل العمليه جيد اخواتي جيد حياك الله تيزي روح على حاب تكون عندك مسؤوليه الفتره فين راح تسوي الفتره كذاك اخبر غادي مرت العمليات الرام بالرام الاصفر اخذ ثلاث ارقام 3 او اي عليه اكثر من سرقه بقالات ويظهروا من الشرطه ايضا اسقاط عساكر تنفار حسب نفس الاسقاط لقينا تنفار وردنا لهم من الزيرو صحيح تفرجي مركز الامنيات ثمانية وجبلان تنفور عندك الاذن 100% عليهم اكثر من 5-7 ايضا عليهم اطلاق نار وصفر حساكر اشخاص مسلمين تنفور احسنت يا ابو ملك بقالة ذي وين ها سنيورا؟ ما بعيد ترى سنيورا حول بوليد لا 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 يا اخي انا اذا ما ضبطت عندي حركة حقة الجي بي اس فهذا ما سرناه يا ويلي يا ويلي مش طبيعي مش طبيعي مش طبيعي الضرب اتصور ان بلاغ الامن المواطن انه يمكن تصير سرقة بقالة في غرب الجريت اوشن شمال غربي وقف وقف شوي وقف شوي دقيقة خلنا نروح للشمال الغربي بقول لك شغلة انت شوف اللابتوب اللي قدامي ايوه اذا في دروب باللابتوب تاكد من الملف السي حقه مو بالان اذا هو فل ترى يسبب دروبات ما هو بالان باخذ حبه يا البت شوي باخذ حبه وش ملف السي ترى ما فهمت السي ذس بي سي عند اللابتوب ذس بي سي ملف السي اوكي اذا فل يسبب دروبات احيانا اكد هو فل ولا لا يونت 40 راح تكون وحده بالشمال عندك شمال بالكامل تنفور 130 راح يكون عندك الغرب بينسرق بيت ايضا يونت 16 راح تكون وحده بوسط الوسط دعم الجميع زيرو مرافقة راح تكون وحده دعم الجميع ايضا حره انظر كتم اللي قلت لك تاكد منه الحين بتاكد وحده دعم الجميع انظر لا لا مش فل الوضع حبه الوضع حبه بس حبه تطموري تنفور يونت 53 كنت اخذ حبه احتياط قبل ما احد شيء باقي 5 دقائق قاعد على الفجر زمان 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 ايوه بيت 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 حدد لي عليه راح راح بدو حاليا ابو جسر تعمل مسلمين تديره كذلك ملك تشيل لاست 7 تنفور ايضا 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 تنفور تنفور لا استن 6 مركبه بي ام فار مضطر منك حاليا خاص معهم رهينه السلام عليكم مواطن ما راح تسمع اي طلقات ان شاء الله انا جاي اتفاوض معاك معكم رهينه واحده فقط لا رهينتين واحده جوا واحده هنا ممتاز ممتاز اسمح لي شيك على حياتهم اصبر بس مو بالحين بيشيك على الرهينه يا تعال 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 يا مش... سعيد خذ التاهو وروح جيب الكابل سريع اسرع تفاوض ياك الله يا سي زيرو انت ما تبي داني سرعين الثانيه امس كرين خلاص سخرتين هذه المفاوض معك بس لها قبل كل حاجه ابي الامان المره معك رهاين مستحيل يجيك شيء يا غالي تنفور
فور. اي انا داري بس عشان الموقع خطر. لا لا ابشر ابشر بالخير ان شاء الله. ابشر بالخير ما راح تعطيني كلمه مفاوض امانه. انا مفاوض معاك مستحيل اذيك وهذا السلاح يدخله قدام عينك. اي بس اذا تفتح المال بشكل ثاني اكيد 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 انا مفاوض ما راح اذيك ابدا معاك رهائن اخاف على حياتهم. نعم يعطيك العافية بكم معك المفاوض بس شوية تبدا تفاوض تروح عند الشباب. طيب اتمنى بس انك تستعجل بحيث الرهائن اتاكد من صحتهم اني واضح ان واحد منهم تعبان. على خشمي على خشمي. بالتوفيق. عدلت تصويبك انت ولا من امس باقي؟ خاف يجيني شيء من راسي من وراء. لا لا يا اخي وشو ماني مدير. ساعدك انت تلعب تلعب. الموقع مشهور بالبوكس. عليك مسيرتي. يلا. ما تضمن احد انت فوق على اليسار. نزلنا سلحتنا ها. والله يا طول العمر حتى لو تنزل. وش 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 طيب وش دور دور روح حق انت. رجع مع السولت وخرج رجع مع البيام. كبير انهم يخرجون على البيام كذلك. سولت راح تبتدع مدانع مو مهتد. طيب يا ليت شيك على حياتهم. جماعة خلوا الرهائن بس عشان نشيك على حياتهم بس كذي. فك لي اياها بس ثواني معلش. يا مواطن كيف صحتك؟ كلامك طيب؟ تمام الحمد لله ما قصروا معنا. تحتاج يا الاسعافات شيء؟ لا غير صحيح يعطونا كل شيء ووفروا لنا. انا اسمعك الراديو. مواطن كيف صحتك يا مواطن؟ الحمد لله بخير. تحتاج اسعافات اكل شيء؟ شكرا. لحظات تطلعون ان شاء الله تعاونوا معهم وان شاء الله اموركم طيبة. طلباتكم يا فوض. طلبات على الرهائن خروج من على بي ام وخروج من على السولتن. اي اي زيرو سولتن بي ام ها سولتن بي ام. اتنم عندي عندي خلاص استغربني بكتير صوت على فايف صور حياك الله توجيه لاشو 6 صور هذه بدك نحول موجه يا سي زيرو. ايه لا انا كنت طالع ما محتاج لا تنسك فدي ما تستعد الشمال غلط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. انا ودي اكون احمد نبي ترقيه قريبا. نسمعك طال عمرك تحت امرك تحت امرك في كل مكان وكل زمان. احسن ارسل يا فيصل تفضل على البي ام على البي ام اسمع المفتاح وزعت زيرو فيها بالكون ها بنبدا توزيع عندك البي ام يا اف زيرو معك رافق سعيد صحيح؟ صحيح. هل انتقلنا موجه ثانيه؟ صحيح موجه ثانيه خلاص بتسمعون انت الليد على اللي هي البي ام انت وسعيد راح يكون معكم السكند الوحده الامامي من هو؟ سهيل مبارك. من؟ سهيل مبارك هي 40 سهيل. طيب ما في مشكله قيد الصوت اللي تطلعون عليها اي واحده؟ هذه ما عندنا غيرها. ممتاز. ليه؟ ان في موتر ورا هناك ف لا لا مو بلنا. انت استخرج توريس وخليك السكند على البي ام. ما عندي توريس انا عندي حارس ما اقدر استخرج اي سياره. سي زيرو خلاص مرافق مع ابو داحم. هلا دعم الجوي حطيتها وين؟ حطيتها على البي ام. على البي ام انت خينا صوت المدنيه ترى انا شغلي ذا تدري ايش صار سكند على البي ام وراح تاخذ الرهائن عندك سلام تخرج الرهائن عندك تنفذ او تستعد تخرج الرهائن بعد توديها لك سكند. اكثر يا عيال الضرب باخذ حبه وجه سعيد ها سي زيرو باخذ حبه وجهكم باخذ حبه وجهكم باخذ حبه وجهكم يلا استعد استعد بنادول ولا يا اخي يا ابو ملك ايش تسوي دوم الضحك يا حضره الملازم يا ابوي اسمع صوتك فتح المكتب احمد غن لنا الصلاه الحين بعد الصلاه نفتح لكم اناشيد والله الضرب مش طبيعي يا عيال قاعد يشقني شق شقني شق لا لا عدد عدد صحيح وغير كذا في سي زيرو ملازم ومسؤول فتره يعني ما بيجينا شيء احنا المشاركين هو اللي بياكلها احنا عنده كل شيء تدري الحب ايش سوى بيا مشاني على ايديا دي الأغنية كيف طلعت براسي مشاني على هدايا
تعبني روحه وجاية يوه تيم سبيك جيب اغاني 2016 والله جابها بالضبط بالسنة الناصر جابها 2016 كم لنا الحين بجراند بثينا من 12 الحين تقريبا نتوقع الحين كملنا 4 ساعات صح؟ فينا من 11 وعليها 11.48 صح؟ احمد وين اللي يقول الصلاة؟ توه ما توه المؤذن يمسك اذنه لنا 4 الى دقيقة ممتاز مشترك لكم مدريد احسنت صنعا اذا خلصنا وشوفنا شيء نروح لابو سبحان بأذى ليش ما بروح ابو سويحان الحين اني شايل هم اني اسقط ولا شيء وقاعد اتشحث العساكر فاضيين ما في الا انا عشان كذا بدل الميدان قليل متعه مره سيب الميدان اذا صار 20 خلاص اسحب نفسك حول المواطن Welcome to Mystery Town where dreams come true الله يكاد يشوف حس ذولي ناويين شيء مستحيل العاد هذا كله ما بيطاق سيروا عودة للموجة بعد على سفن صار العموم جاهز صار تجيلي سعيد صار وينك سعيد موقعك زيرو لعب زيرو وش لوحة الرام اللي مثل بسين كرسي زيرو لوحة الرام عندك لوحة الرام اتوقع عند مركز العمليات حين هل بلغتهم شروط الخروج لامنا ولا تبلغهم طيب راح اعطيكم فرصه الخروج لامنا يا مواطن يا مواطن تسمعني يسمعك ليت بس اللي يغني يقفل فمه شوي على خشم 10 دقائق مدة المطارده في حال توجهكم الى البحر اول شيء التصليح او كان في تدخل خارجي او خرجت بيدك سلاح راح افتح عليك خروج الامن في حال انك صدمت مواطنين راح افتح عليك خروج امن او هددت حياتهم بالخطر ايضا في حال انك نزلت من السياره وبيدك سلاح راح يتم طلق النار على اطرافك بعد 10 ثواني من المطارده افتح ورا ايضا يا مواطن بقى فيه ايضا مواطن في حال انك صوبت سلاحك راح يتم طلقنا مباشره استلمته مرافق تمام يعطيك العافيه مرافقي سعيد موقعك وين الموتر خلفك يا بارك وش ذا الموتر بس وش ذا الموتر موتري كان في البقاله يا اخوي احنا صادرنا نسيت يلا هون نحتاج جاهزه هذا ترى فل نفس حقك بالضبط حبيبي ثلاث بيوت مسروقه ايش فيه رجم يا سهيل بي ام تخلوا ماكن ضيق وتشيل اثنين المجرمين راح يطلعون بعد خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد هذا اهل تجامد سكند البي ام كود 3 بدنا مركبة البي ام الوردية مسروقة من مركبة الرهائن حاليا باسم جاسم يس ما عندنا سكند ابشرك وإذا في شخص اسمه نايب من المجرمين موقع بي ام حاليا في ترى تشوفها واحنا جوية ايه ممتاز مرة وضعنا احنا الاتجاه الذي عندك ايما في زيرو هل وجهت سكند على البي ام انفار هيل انفار هيل وجه لنا ثانيا في الشمال غربي من القصور
يعني الجو ممتاز. ناي مركز توي ملف مين يا رب يا رب يا ابو ملك شغل شغل كودري يا ابو دع هلا سفن بنت حرام عندي يا رجل. ايه شوف ها ماكينة صفرة من ايش من قمع. لا مو بصفرة مو بصفرة. هلا صفرة. مو بصفرة مو بصفرة مالك كمل. دخل مكان ضيق تبقى سكن. ليتار. هلا معي عمود الحين بدون يتصل بطمورك. احسن. احسن سكن. تكمل حاليا. تجاه لسان لوي دخل مكان ضيق راح يطلع من الحديقة العامة او شقق. ما ادري كيف ترى ضغطك ابو سويس كيف والله العظيم اني ما ادري بعيدين عن بعض واضح ما عندهم عن جدتي بس كذا موتر سريع موتر سريع موتر لا سريع بالنسبه لقوليك الهيلي ما تمشي ل 200 تدري 200 شوي راجع كان ضيق رير عليه جاهز الدغوص شخص صدم نار بدون فايتو معهم تبي اجهز لك انت عدد الغوص اي جهز لي حطها بالعضله الاربعه تمام انا ما عندي بس فهمت اللي عندك بحط لك العضله الاربعه أربع ذا المشاعر صحيح؟ تمام حطت فيها حالة ساسن سكت نار انفار شخص مكينة تدخن انفار احتمال شخص بك سياسة فجأة استعمل هذي ديجتل انت من هذا طالك معدل لا تحرك لا تحرك لا تحرك ما سويت ولا شيء ولا شيء بس انا اقول لك معدل طلق نار فيها اسرع ذاك ما ادري هذا في 18 طلق راح يدخل مكان ضيق انت ممتازه يا ويلي يا ويلي اللي هي زين لما على فارس فارس وزنيته ممتاز هذه تورس اللي معي اللي وراء اللي وراء الله يقطع ابليس خلاص ورانا والله قلت ناثر حاليا دخل مكان ضيق احنا ماشي في المنطقه هذا ترى احتمال نفس الشيء نفس الاستراتيجيه هذا المركب في مكان ضيق فلي حاله ثانيه صح؟ هل حسبتوا لهم الوقت؟ كم تبقى لهم؟ أكرر في هاي واحدة حسبت الوقت كم صار 5 دقائق و 51 ثانية مش طبيعي حال السفن اللي عندي يا عيال الكابرس حال السفن حاليا انفار متوقف وسوق يا رب
يمين يمين ها هذا ما منطلق الطريق يسار بالبي ام حاليا البي ام في شرق لوس بدل معك فالكو اذا عندك مشكله لا اخي ما ابغى اوقف كذا بدون شيء ما حدث لي حالتهم للجيش قدام قدام تشوفهم الحين هنا هنا منين ترى رايحين جهه المعلق عرفتها لا رجعوا على هواي هنا يا عيال قاعد انضغط رايحين جهه الحين على سفن حاليا عندنا طيب وجه لهم صدق وين وجه لهم وجه لهم الحاره الحمراء وينهم هم وينهم لا مغسله انقزوره خلاص وين موقع الان لحد اللي هنا اعلام اعلام قريبا ما راح لاخوياها في الجنوب اي عبد الاعلام مركز الاعلام صدق وين قدامك صخور ايه تحت الجسر هنا تحت الجسر اللي عندنا ورانا هنا يا طوال تنفر شخص امامي حاليا استكمل مركبتي حمراء هذولي اسقطوهم اسفات هذه غايت قاعد تطلب دعم راح انسحب من حاله اتوجه الغيد حاليا استكملوا معاه صفار الهلي موقعك صفار عندهم اتوقع في طلب نار في القروف 100% ما ادري هو تبعنا ولا غيد في حال عندكم اشخاص اطلب بي اس مستحيل تبعنا الا غيد كانت بالحاله حقتنا اللي تو مليانين 1 2 3 4 5 6 اساك 7 اساك الموقع ايش السالفه؟ ما ادري والله 20 يمكن هذا شخص امامنا تشوفه؟ اسكري اسال ايش الحاله اللي عندكم؟ ايش الحاله؟ 10-6 وعددنا زايد خلاص يلا يلا احنا معكم ترى حالتنا ذي زيرو حالتنا صح؟ طيب يعني ننسحب يلا حدث وضع البيم خليني على الجسر المعلق متجه الى اصلحه تم فور راح اصلحه وسبق له حاليا استكمل معها وما تفقد رؤيته اي وراح على بنيز وبيطلع لك من هنا عرفت جنب نفس المكان اللي تو طيب يروي عليه وراح سنتو شوف بنيز على طريقي يا اخي ولد رجال بيشطف اللي فوقنا مو الاولمبيك الثاني يلا يا ركبت بني اسمح لي اصلح قبلك عندي حالة اعتذر منك حرك يا راعي الجيب الله يعطيك الهواء بشكل سريع اعتذر منك بس عندنا حالة جدا مهمة اعتذر منك جدا اي بس تخليني اطلع قبلك لا تستهبل يا راعي الجيب اطلع من الموقع حدد لي عليهم بالمينو ها بالمينو هنا راح كانهم رايحين ساندي عرفته كابرس موقعك مركبتي صفرة تنفور متجالك الحين اطلع الذا بس بترد انت على البلاغات لا كمل وين طريقي منه صح سيد يب سيد اكفخ خلين ساندي عرفت المحطة اللي على طريقك تجي هناك مواصلين الا سيد ها بنديك تطلع على خطنا عشان المدنيين ما زال امامك البيم تنفور انت محطة تنفور متجه لك يب قدامك الان اسمع ترى كود 3 النغمه الثالثه الصوت الثالث دائما يخلي المدنيين يوقفون مكانهم مين قال في الحالات كويس ترى انا اقول لك انا مجربه يا رب العباد دي حاله السفن مين بد
أبالك نبني سواقة دخل سنيارة في وين؟ والله اني عنيد مفروض اني مدر سواقة تاجة جسر ثانية غنيا بالقرب من المحطة يا اخي احمد بدل سواقة احمد بدل لا تعاند حدد لي مستكملين بريتو اي مستكمل علي وين الشخص تراجع حاليا باتجاه بدي تنفار مرر حاليا اودي احتاجك 22 حاليا متراك منها اشخاص تنفار متجه له حاليا اي موجة عموم الوحدة تنفار اي موجة موجة الوحدة اسمع عرفت وينهم الله يلعن ام الغابنة والقهر يا بالك المكان اللي صرفونا منه من F0 كيف تسمعني؟ أرسل اتجه لك؟ جميع ينسحب ويتجه حاليا هل اتجه لك؟ تنفار توجه جايبين 60 واحد تنسك ما ادري تنفار لك وحدة تنفار تحاول تسحب الأسلحة وتسحب كم مجتمع اطلع اسحب اللي عندك كلهم وجههم عند ذا حبتهم يلعن ام القهر كله عندهم تو يا اخي هل لك راي على اشخاص T0؟ اتجه لك حاليا كم عدد الاشخاص بالموقع؟ ما عندي علم الباقي منقطعين لكن في شخص فوقيك يا الان هل في شخص فوقيك حاليا؟ ايوه يا سلاحك نطلع فوقيك اتوقع اسمعك تنفور توجهنا حاليا ايضا عطنا رؤيه كامله على الموقع اعطيك عضله شيء لا جهز شيء اي سنايبر جاهز ليها عضله واحد عضله واحد بدال الاسعافات صحيح ايه استعجل تمام خلاص ورجع السلاح الثقيل عضله 5 وحط طلقات السلاح الثقيل عضله 4 ثواني في حالنا معهم سنايبر نشوف ايش الان عندك انت الكاربن في عضله 5 موجود عده الغوص بنسحب عليها بنحط بدالها خلاص هول خلينا نسمع دعم الجوي كيف تسمعني هل في اشخاص فوقك حاليا؟ زين لو يمكن عند اخوياهم شيء لانهم مسقطين ترى ناس ما زال في اشخاص بالموقع تفضل مشط تفضل لي ريال كم اسقط شخص؟ كم اسقط حاول تجمعون جميع الاشخاص بقر مشتم دبليس ايضا الاولويه للعساكر وجه لي سعيد ليه ذنب الهبوط تنتو تنفار شخص المشط الموقع كامل تنفار تأكدوا من المركبات خليك معي سعيد خليك معي شوف برا البيت يقولون مش برا البيت حاليا عندنا 5 مجرمين مسقطين هنا T0 من انت في احد بقى بالموقع تكلم يا ذا بو واحد فوق البيت اللي وراك في شخص فوق البيت اللي ورانا اكرر في شخص فوق البيت اللي ورانا انقلوا جميع العساكر والمجرمين ال WS شكرا يا دعم جوي عشان طلع ما زين جيب سياراتك عشان ننقل لك بواحد ما عندي سياره سيارتي معطله جيب سيارتك انت انقل العساكر 90 سحب ايضا المستجد خذ مركبتك وانقل العساكر حالا الدعم الجوي مشط الموقع فوقيك يا في شخص فوق المبنى نحط العين هذه في واحد ورايك يا ورايك يا فوقيك يا بالضبط ايش معاه سلاح سنايبر في شخص فوقيك يا تاكد تنفور شخص فوقيك يا لابس ابيض تاكد يا الدعم الجوي تنفور ايضا مركز العمليات ترفع الاولويه وعموم الوحدات تتوجه دعم الجوي هل تاكد؟ تاكد نجد شخص كذلك مركز العمليات مسقط نائب العمليات تسلم تنفر حاليا في شولتن وادراتيكيا يوجد بس شخصين هل استكمل معه او انفر؟
تنتو توجه حاليا انقلوا العساكر الاولويه للعساكر انقلوهم ايضا العسكري ما نقل يطلب اصابه تم فورا نتوجه لكم حالا تعال 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 يلا باقي واحد انقلهم سريع انقلهم اي بوديهم اي عسكري لم يتم نقله يطلب اصابة طبيعية يا لعن ام الحلال استفني تظهرت انفورمت جالكسي 3 سعيد خلك عند المجرمين سعيد انتو لا تهبط ابدا خليك فوق راقب المنطقه فقط ابلغني المنطقه وانا بانقلهم تنفور ايضا مشط بالمنطقه بقرب من ايكيا تنفور باك تسير في سيدير حياك الله مركب ركبت بني بالموقع ايضا مركبتين حاليا بالموقع ايضا نحتاج باص اي عسكري لم يتم نقله اي عسكري لم يتم نقله يطلب اصابه طبيعيه يوجد مركبتين حاليا عندنا توجهون لنا بشكل سريع ثلاث مركبات عفوا تنفور سكاي لاين بلون اسد كذلك جي تي ار بلون اسود برانكو بلون اسود بلون مازرقا تنفور كذلك مركبات اسد دعم الجوي الكروي عليهم تنفور نحتاج وحدة حاليا تنقل الأشخاص توجهوا لنا انقل العساكر أول اتوقف جنبي هات جنبي اتوقف جنبي روح زاوية ثانية روح جيب المركبة جيب مركبتي احتاج فقط مركبة واحدة فقط بحيث ننقلهم سعيد جيب الكابل تعال 140 هل تحتاجوني لو احتاجت نقل حاليا تنفور توجهنا جيتار بدأ يقترب الموقع كرر جيتار بدأ يقترب نقل بعد
نقلتهم ثاني وننقلهم عليه. انقلهم انقلهم انقلهم. وش انقل ذولي تعال. هذا الحين وش حالتهم ذيلا؟ حالتهم دعثه في الدنيا. ما نقل الجميع راح نسحب حاليا من موقع. ها يلا شنط شنط سريع. ما ركب ذا عنده شنط شنط. ربط حزمتهم ربطها. يلا ركب ركبه. ربط حزامكم انت وياه. اركب يا ابو عكفة اركب 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 يا ابو عكفة سريع. اخلص اركب. خليني اربط له الحزام. ربط ربط اركب اركب ربط خلاص يلا. توجه بشكل سريع للمستشفى. ايضا كول داون على المستشفى مركز العمليات. توجه الوحدات. انا حاله فايف حاليا خمس دقائق. فور مالك توجه فور مكان مستشفى بوكس. ايضا راعي راعي الجيب حاليا تدخل خارجي لهم يقول راح نزبنهم. يا مواطن اذا شفتك في المستشفى صدقني بكلبش بدخلك المطار على طول. اعطيتك العلم. انزل 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 يا ابو عكفة يا بارد. يلا يا ابو عكفة انت متأكد ان مركب معي ثلاث؟ متأكد متأكد 100%. السلام عليكم. عليكم السلام. انا باخذ حالة فايف يا جماعة. شوفهم هذين هم هذول هم متأكدوا بس ان ما في حد برا وانا حالة فايف. لا حد يدخل سو كول داون. من الباب الخلفي بتوجه هنا. هنا هنا ببدأ انت خليك في من الباب الخلفي وامن الامامي اول بعدين نفكر بالخلفي. طيب امن الامامي في 27. يا ابو ملك ابو ملك توجه وردي اسماعيل. ايش روح وردي اسماعيل خليك عند الباب هذا وروحوا مع المشرف نقول لهم واحد واحد. يلا بسم الله. احد يدخل. وردي هناك تعال تعال ابو ملك تعال. وش وردي 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 عند الاسانسيرات يا ابو ملك قدامك قدامك. يا مسعود توم فور توم فور. يلا يلا انا حاله فايف. ها اسماعيل احد يطلع من الباب ويدخل. يلا ما عليك اطلع برا الله يعطيك العافيه ما قصرت. صلي على وبجي روح سعد الايس كريم تكفى. نبدأ ننقل أشخاص. يلا 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 ما عليك ما بهلا أسفل واحد ترى نزلت هزاركة صاحي نزلت هزاركة قضي العمر جاهز بس هلأ مشياء قضايا جنائية هذا مستقر. يلا صار ما عليك كيف الألعاب أهم سعر وقال هدد الأشخاص تعملوا بالحارة تنفور هلية مركز عملات الأفتير في الثماني. انا سناب لا تخدق انا سناب لا تخدق انا مو انا كذلك تنسكس قبلها تنفور كذلك كم عدد الاشخاص المتواجدة يا اسماعيل كم شخص كم مجرم هذا ما يبدو لي خمسة جيب المستهدفين جيب المستهدفين يا اسماعيل نادهم اذا به واحد عندي حاليا من وين انا ناديهم يا سيد تنفور راح تعمل معهم يا سيد كذلك اسماعيل اذا وش الفعل اللي عليهم كثير كثير كثماني.
تنفار معي ملت تنفار الاشخاص اللي كانوا مشاركين بلاس من زك تنفار راح يتنفقهم عموما تنفار هم في بعضهم جو داحبين ابغى نطلق للنار شي طلع النار سوري كلهم تعاملوا كلهم هلا هلا كيف حالك؟ لا يفجلك يا أتي زيرو عودة الخدمة فالكون ها آه. تم الإفراج عليهم من قبل سي زيرو ما شفت الأشخاص اللي نفكها بس فور من تجيالك وراح أبلغ كل تفكه وتخليهم فور طيب ايوه في ناس اسحبوا وينهم؟ راحوا هناك اكيد عند الدكتور طلعت واحد من عندهم يا ولد ها وينهم؟ اي التنسكس فكوهم تفكونهم؟ اي ما لهم طلعت واحد من عندهم اما حقين السول تمدزح فيه لا تفكونهم طيب وش عرفنا؟ الموضوع باك تي زيرو ها؟ تعال العدد زادوا صح؟ العدد زادوا عن الطبيعي اتوقع ان العدد زادوا عن الطبيعي ثواني زيرو وش السبب في سبب اقول لك اول شيء حقين ال 106 صار اللي بالنسبه لي لبس ابيض كذلك ال 106 ما لهم دخل في حقين اللي شاركوا في طلق النار فانا وجهتهم للوحدات وهم ما لهم دخل فهمت حتى وحداتنا زادت في البداية طيب هم كان عددهم اكثر عددهم كثير لا 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 ذولي حقين السرايز ما لهم دخل انت ما كنت تلحق سولتن في البداية يا اولد لا 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 دقيقة بالكم ما يعرفون هم ناس ودخلوا معهم عشان كذا هم صاروا ذلك سبعة فاولد وجه عموم الوحدات اكتشف بعدين الله يطول عمره بزيرو هلا بالشيخ هلا بالشيخ يعني كله غلط اللي صار من طرفنا احنا من طرفهم من طرف من طرفهم من طرفهم من طرفين من الطرفين يلا يلا مو مشكلة من طرفهم في البداية وإحنا من الطرف الثاني. أنت قحطاني صح؟ أنا من سرعة أبيدي. خلاص من طرفهم ما يبي همش. إيه والله من طرف. توكل بيتي. خلاص إسماعيل. أحسنت إسماعيل. أركب أركب إسماعيل ما شاء الله عليك كفاءة فريق أول. لو لا عبيده ما تصير شؤون خلاص انا عن نفسي بتصير شؤون على ايش بس خلاص بضبط نفسي يوم خصم خصم لو لا عبيده ما خلاص اسكت الله يقطع ابليس انت بسك يا اخي عن راسك المربع هذا يا عيال ضرب شقني شق ضرب شقني شق ضرب شقني شق ضرب شقني شق ضرب قاعد يشقشقني يا عيال ما ادري ليش انا الجي بي اس حقي يا سعيد في مصيبه طيب سربي اعطيك جي بي اس حياتي جي بي اس حياتك عرفت جي بي اس حقه الله يعز لا والله ما جديده هذه الجديده علي والله ما عاد اعطيك يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر والله والله شكلك صادق يا سكس بيامل خلنا نشوف لا سي زيرو انزل انزل يا ابو اسماعيل انزل انزل عشان ما نصدع انزل طيب يا حطان يا ولد قحطان كهربوني امورك طيبة يا غالي الله يسلمك يا رب لو طلع صح والله تطلع من اكس اس بي مين انك اسطوره انت بعيد مركز العمليات موقع توجيه فنيا تنفار راح تنسى ساندي والله شكله ما له دخل اركب يا سعيد بجرب شيء
ان شاء الله بنجرب الان الامور طيبه ولا لا. اركب سعيد بسرعه يا اف زيرو. ايوه المبنى بعد المبنى اليمين. امين وياك يا حبيبي على سفن الارض. اهم شيء انكم طيبين واموركم طيبه. دخلنا البوابه دي عرفت البوابه شوف المبنى اللي في النص دخلتوه بس داخل والله دخلناه. طيب اتوقع ان هذا بطل ثلاث في طريق اسويها نصورها باذن الله ونقول حتى في المركبات العسكريه بالكن سمع اخرى. جرب الان وش التهم؟ هذه فكنا حوال قد سلام. صدق انه ضبط؟ صدق انه ضبط؟ اوه مره ضابط. شوف شوف والله انا عندي جتني على 7 اذا سرعت حتى انا جتني على 7 تصدق. مركز الزمانات 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 واضح. يمين يمين رفع عليه الشاحنة وخلاه يحوس. الا العمليات لا 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 خلاص توكل توكل الله. بجرب الان بيضبط ولا لا. ما تحبه انت؟ خذيت حبه يا رجال 100 مره. كبستك احسها اصليه حقتي كل شيء تخرب. ايوه كم صد... انا بدي اعرف هو مني ولا من العموم بعد اللي صار ترى صار. ترى اقول لك شيء هو كذا الفتره هذه ترى بعد الاعصار جت المشكله ذي. المشكله هذه لها فتره سايره من يوم ما صارت المدينه سايحه. تذكر يوم ساحه المدينه ان جاء الانصهار ولا ما لحقت على الانصهار؟ ترى ارجع لحاله فايف. ايش صار عليك انت؟ انا على سبب الحين الحين بسمع على سبب. وقف وقف عندي عندي فكره عندي فكره بسيطه جدا. هنا 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 والله عندي فكره. وش خلني اسوق خلينا نشوف انت انت راكب بتجيك ولا لا. يلا انزورا. المشكله البرنامج اللي داخل التيم سبيك اللي لا لا ما دخل التيم سبيك. ركبت وخربت السياره واضح واضح المصيبه من مين. بطلع بطلع موتر ابوي. صادر 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 خلاص بصلح امه يا رجال. ليش ما في حالات تطلع؟ يونت 36 الى مركز العمليات اطالب بعد توجيه 10-4 راح تستلم شرق لوس سانتوس بشكل كامل. يا ساتر صح؟ عودة للخروج. عودة للجنة 48 بعد حالة 8 حياك الله كذا 40 مفتاح؟ سابق بجد الخروج. ابغى اجرب بس. سجل الاوشن عمليات. ما يحتاج يا رجال. ودني ودني اسمع ودني مركز الشقه. تجي خروج في زيرو. ما تبي تتاكد؟ اوكي بتروح شقه انت ترقد؟ ايه بروح ابدل. وش يعني سايح المدينه؟ ما ادري عن سوالف. يلا اجل. ساري صار. زي خوتي 13. شكل جهودك. تجي خروج انت بعد؟ ها؟ يلا. بتنام ولا بتروح تبدل؟ بدل ملابس وبنام. ايه. سياحة يعني المبنى اتقلتش. خلينا نشوف مين موجود في ابو سوشي. Welcome كأني كنت مسجون يا عيال. لا لا كنت ببيتي ببيتي تذكرت.